بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونمضي خطوة أخرى مع التنظيم الاجتماعي في محيط الأسرة في هذا المجتمع الذي كان الإسلام ينشئه بمنهج الله المتنزل من الملأ الأعلى، لا بعوامل التغيير الأرضية في عالم المادة أو دنيا الإنتاج. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. لقد نظم المنهج من قبل حالة النشوز من ناحية الزوجة والإجراءات التي تتخذ للمحافظة على كيان الأسرة، وذلك في أوائل هذا الجزء. فالآن ينظم حالة النشوز والإعراض حين يخشى وقوعها من ناحية الزوج، فتهدد أمن المرأة وكرامتها وأمن الأسرة كلها كذلك. إن القلوب تتقلب وإن المشاعر تتغير، والإسلام منهج حياة يعالج كل جزئية فيها ويتعرض لكل ما يعرض لها في نطاق مبادئه واتجاهاته وتصميم المجتمع الذي يرسمه وينشئه وفق هذا التصميم. فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق وهو أبغض الحلال إلى الله، أو إلى الإعراض الذي يتركها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، فليس هنالك حرج عليها ولا على زوجها أن تتنازل له عن شيء من فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية، كأن تترك له جزءا أو كلا من نفقتها الواجبة عليه، أو أن تترك له قسمتها وليلتها إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها وكانت هي قد فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها. هذا كله إذا رأت هي بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها أن ذلك خير لها وأكرم من طلاقها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. هو هذا الصلح الذي أشرنا إليه، ثم يعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقا خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق، والصلح خير، فينسم على القلوب التي دبت فيها الجفوة والجفاف نسمة من الندى والإناس والرغبة في إبقاء الصلة الزوجية والرابطة العائلية. إن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله، فهو يحاول بكل وسائله المؤثرة أن يرفع هذه النفس إلى أعلى مستوى تهيئها له طبيعتها وفطرتها، ولكنه في الوقت ذاته لا يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطرة، ولا يحاول أن يقصرها على ما ليس في طاقتها، ولا يقول للناس اضربوا رؤوسكم في الحائط فأنا أريد منكم كذا والسلام، سواء كنتم تستطيعونه أو لا تستطيعونه. إنه لا يهتف للنفس البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها، ولا ينشد لها أناشيد التمجيد وهي تتلبط في الوحل وتتمرغ في الطين بحجة أن هذا واقع هذه النفس، ولكنه كذلك لا يعلقها من رقبتها في حبل بالملأ الأعلى ويدعها تتأرجح في الهواء لأن قدميها غير مستقرتين على الأرض،
بحجة الرفعة والتسامي، إنه الوسط، إنه الفطرة، إنه المثالية الواقعية أو الواقعية المثالية، إنه يتعامل مع الإنسان بما هو إنسان، والإنسان مخلوق عجيب، هو وحده الذي يضع قدميه على الأرض وينطلق بروحه إلى السماء في لحظة واحدة لا تفارق فيها روحه جسده، ولا ينفصل إلى جسد على الأرض وروح في السماء. وهو هنا في هذا الحكم يتعامل مع هذا الإنسان، وينص على خصيصة من خصائصه في هذا المجال، وأحضرت الأنفس الشح، أي أن الشح حاضر دائما في الأنفس، وهو دائما قائم فيها، الشح بأنواعه، الشح بالمال، والشح بالمشاعر، وقد تترسب في حياة الزوجين، أو تعرض أسباب تستثير هذا الشح في نفس الزوج تجاه زوجته، فيكون تنازلها له عن شيء من مؤخر صداقها أو من نفقتها إرضاء لهذا الشح بالمال، تستبقي معه عقدة النكاح، وقد يكون تنازلها عن ليلتها إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه، والأولى لم تعد فيها حيوية أو جاذبية إرضاء لهذا الشح بالمشاعر، تستبقي معه عقدة النكاح، والأمر على كل حال متروك في هذا للزوجة وتقديرها لما تراه مصلحة لها، لا يلزمها المنهج الرباني بشيء، ولكن فقط يجيز لها التصرف ويمنحها حرية النظر والتدبر في أمرها وفق ما تراه. وفي الوقت الذي يتعامل المنهج الإسلامي مع طبيعة الشح هذه، لا يقف عندها باعتبارها كل جوانب النفس البشرية، بل هو يهتف لها هتافا آخر، ويعزف لها على نغمة أخرى، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالإحسان والتقوى هما مناط الأمر في النهاية، ولن يضيع منهما شيء على صاحبه، فإن الله خبير بما تعمله كل نفس، خبير ببواعثه وكوامنه، والهتاف للنفس المؤمنة بالإحسان والتقوى، والنداء لها بسم الله الخبير بما تعمل، هتاف مؤثر ونداء مستجاب، بل هو وحده الهتاف المؤثر والنداء المستجاب. ومرة أخرى نجدنا أمام المنهج الفريد، وهو يواجه واقع النفس البشرية وملابسات الحياة البشرية بالواقعية المثالية أو المثالية الواقعية، ويعترف بما هو كامن في تركيبها من ازدواج عجيب فريد. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. إن الله الذي فطر النفس البشرية يعلم من فطرتها أنها ذات ميول لا تملكها، ومن ثم أعطاها لهذه الميول خطاما لينظم حركتها فقط، لا ليعدمها ويقتلها. من هذه الميول أن يميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات، فيكون ميله إليها أكثر من الأخرى أو الأخريات، وهذا ميل لا حيلة له فيه ولا يملك محوه أو قتله. فماذا؟ إن الإسلام لا يحاسبه على أمر لا يملكه، ولا يجعل هذا إثما يعاقبه عليه، فيدعه موزعا بين ميل لا يملكه وأمر لا يطيقه، بل إنه يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين الناس ولو حرصوا، لأن الأمر خارج عن إرادتهم، ولكن هنالك ما هو داخل في إرادتهم،
هناك العدل في المعاملة، العدل في القسمة، العدل في النفقة، العدل في الحقوق الزوجية كلها، حتى الابتسامة في الوجه والكلمة الطيبة باللسان، وهذا ما هم مطالبون به. هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الميل لينظمه لا ليقتله، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فهذا هو المنهي عنه، الميل في المعاملة الظاهرة، والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها، فلا تكون زوجة ولا تكون مطلقة. ومعه الهتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة، والتجاوز عما ليس في طاقة الإنسان، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ولأن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بجملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من القبضة من الطين والنفخة من روح الله، وبجملة ما فيها من استعدادات وطاقات، وبواقعيتها المثالية أو مثاليتها الواقعية التي تضع قدميها على الأرض وترف بروحها إلى السماء دون تناقض ودون انفصام. لأن الإسلام كذلك، كان نبي الله صلى الله عليه وسلم هو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ أوجها من الكمال، فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات نموا متوازنا متكاملا في حدود فطرة الإنسان. وكان هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يقسم بين نسائه فيما يملك ويعدل في هذه القسمة، لا ينكر أنه يؤثر بعضهن على بعض، وأن هذا خارج عما يملك، فكان يقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، أخرجه أبو داود. فأما حين تجف القلوب فلا تطيق هذه الصلة، ولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة. فالتفرق إذن خير، لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل والحبال ولا بالقيود والأغلال، إنما يمسكهم بالمودة والرحمة أو بالواجب والتجمل. فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة، فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهية والنفرة، أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فالله يعد كلا منهما أن يغنيه من فضله هو وما عنده هو، وهو سبحانه يسع عباده ويوسع عليهم بما يشاء في حدود حكمته وعلمه بما يصلح لكل حال. إن دراسة هذا المنهج، وهو يعالج مشاعر النفوس وكوامن الطباع وأوضاع الحياة في واقعيتها الكلية، تكشف عن عجب لا ينقضي من تنكر الناس لهذا المنهج. هذا المنهج الميسر الموضوع للبشر، الذي يقود خطاهم من السفح الهابط في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة وفق فطرتهم واستعداداتهم، ولا يفرض عليهم أمرا من الارتفاع والتسامي إلا وله وتر في فطرتهم يوقع عليه، وله استعداد في طبيعتهم يستجيشه، وله جذر في تكوينهم يستنبته. ثم هو يبلغ بهم بعد هذا كله إلى ما لا يبلغه بهم منهج آخر في واقعية مثالية أو مثالية واقعية، هي صورة طبق الأصل من تكوين هذا الكائن الفريد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه،
وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.